المباح أن ينظر إلى أمامه، المكروه أن يلتفت، والمحرم أن ينظر إلى السماء. عندنا التفات بالقلب والتفات بالجوارح. نعم، هذا عندما صلى التفت ذهب إلى الله أعلم جوفي وصل. حكم الصلاة صحيح، ولكن طيب له يعني حتى يعني. إذا التفت برأسه التفات يسير على مكروه، التفات كثير محرم وقد يبطل الصلاة. أي نعم، هذا التفات الذي طيب. شك في وضوءه بعد أن كبر تكبيرة الإحرام، لا يلتفت هذا الشك 99.9%. لا يلتفت لأنه كبر، ولو خرج لأنه كبر عليه، ولو خرج آثم. ها طيب، وهو يصلي سمع صوتا من بطنه، صوت تقرب البطن. نعم، من الطعام الإخوان، لا يلتفت لأنه ليس منه أفضل. لا يلتفت، صوت من بطني يقول لها قرقري ولا تقرقري، فتح رأي. نعم، شك في ترك ركن بعد أن سلم. يعني هذا الأخ شك في ترك قراءة الفاتحة الثالثة الآن بعد أن انتهى من الصلاة. أيضا لا يلتفت أبدا. شك في وسط الصلاة. شك في وسط الصلاة يلتفت ولا يلتفت؟ ننظر قليل الشكوك يلتفت، كثير الشكوك موسوس. لا يلتفت. فتح الله عليك. نعم، نسي قول رب اغفر لي بين السجدتين، نسي. نعم، يسجد السهو، تعمد ترك رب اغفر لي بين السجدتين. من الواجبات؟ انا لا ادري. من الواجبات لا يجوز. صادق؟ باطل. فتح الله عليك. نعم، وجد الامام راكع، وجد الإمام راكع، قال الله أكبر وركع تكبيرة واحدة، الله أكبر. صلاة صحيحة أم باطلة؟ تكبيرة الإحرام؟ الله أعلم. لا صلاة من دون تكبيرة الإحرام، ركن. هو كبر قال الله أكبر وركع. طيب، تكبيرة واحدة. صلاة صحيحة أم باطلة؟ إن نوى بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام في صلاته صحيح، وإن نوى بها تكبيرة الركوع ما دخل في الصلاة أصلا. نعم، وإذا كبر تكبيرتين قال الله أكبر الله أكبر صحيح، الله يفتح عليك. طب لم يقرأ الفاتحة وركع الإمام تحسب له هذه الركعة؟ تحسب. تحسب؟ تحسب. ما قرأ الفاتحة رجل؟ تحسب إن شاء الله. فتح عليك تحسب. نعم، طيب. نسي تكبيرة الإحرام. نسي أخ ما تعمل. طب ماذا يصنع هذا الأخ؟ نسي تكبيرة الإحرام وتذكر في التشهد الأخير مع الإمام في صلاة العشاء. إيش يصنع؟ إيش يصنع؟ يعيد الصلاة من جديد. ماذا؟ لم يدخل في الصلاة أصلا. فتح الله عليك. نعم، طيب. ما حكم تخليل اللحية؟ كذبة. خطأ. غير يا أحد يعني. إذا كان الحج لا خطأ.
في الوضوء في تفصيل كثيفة سنة خفيفة واحد في التيمم لا تخريم في الاغتسال تخريم خفيفة وكثيفة. نعم أجلس. توضأ مرة واحدة يعني تمام واستنشق مرة غسل وجه مرة واليدين مرة ما عليك ماذا عليه أخي توضأ مرة. نعم توضأ مرة ثم مرتين ثلاث مرات أربع يعني صلاة اللي ما توقع أربع مرات ولا خمس. طيب لكن هذا الأخ هو يغسل رجليه وجد على رجليه شيء من الطين غسل ثلاث مرات وبقي الطين فأزال على الطين بالغسل الرابع وما يعني ما في إشكال لأنه هنا هذا ليس من باب التنظيف. نعم أي نعم إزالة ما وصول الماء إلى الله تعالى. أصبر هذا الأخ قال أنا ألتزم أن أتوضأ دائما ثلاث مرات هل يصح هذا؟ نقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع توضا مرتين وثلاث مرات فاذا كانت اقيمت الصلاه والوقت ضيق تتوضا مره هناك ساعه مرتين وثلاث مرات وعلى هذا تنوع بين العبادات صحيح؟ نعم ما الثمره من التنوع بين العبادات؟ تخفيف على الامه العمل بالسنه صحيح؟ المحافظة على السنة حتى لا تفقد وأنشط المكلف صحيح؟ يعني بعض الناس يقول أنا أسهل في صلاتي نقول طيب في السجدة الأولى قل سبحان ربي الأعلى وسبحان قدوس رب الملك تقرأ في السجدة الثانية سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده أيه. طيب لكن في مسح الرأس مرة واحدة نعم طيب هل النوم ناقض للوضوء؟ نعم لا فتح الله عليك لا غير ناقض للوضوء لكن هو مظنة لخروج الريح فننظر نعاس خفيف ويسير ويشعر بنفسه فهذا وضوء صحيح لم ينتقض واذا كان لم يجري انتقض هو مظنة لخروج الريح نعم صلى بعد السباحة نعم صلى دخل في اليوم وخرج وصلى صلاته صحيحة أم لا خطأ نعم لا خلو النوى اي نعم اذا نوى مع المنطقه والاستنشاق صحيح صح والا ما ينوى نعم صحيح طيب تطهير بول الصبي الذي لم ياكل الطعام غالب الطعام من المخففه مخففه خير مخففه ندخل نفع الماء فقط بول الجاري بول الجاري متوسطة غسل غسل جاي العصر زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ترك تكبيرة من تكبيرات الجنائز الأربع ما لا عين العادي نعم عليه عادي صلاة باطلة نعم طيب ما هو الفرق يقول بين الشرط والركن والواجب والسنة ما هو الفرق الركن والشرط الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية صحيح نعم الشرط والركن
لا يقبل في ترك الشرق أو الركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد. الشرق يمتد من أول عبادة لنهاية العبادة لابد. يعني الآن استقبال القبلة في وسط الصلاة انحرف عن القبلة صلاة باطل، في وسط الصلاة انتقض الوضوء صلاة باطل، والركن في جزء من أجزاء العبادة. إذا اتفق الشرق مع الركن في ماذا؟ فإنه لا يقبل في ترك الشرق والركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد. واختلف الشرق مع الركن فأن الشرق خارج الماهية والركن داخل الماهية. الشرق يمتد في كل عبادة من أول عبادة إلى آخر عبادة، والركن في جزء من أجزاء العبادة. هذا علم سبق تقسيم جمع تفريق لابد لنعرف فرق الإشكال. ما الفرق بين الركن والواجب؟ لماذا قلنا الركن والواجب؟ لأن الشرق خارج الآن الذي يلتبس مع الواجب مع الركن مع الركن. لا يقبل في الواجب عمد ويقبل فيه جهل والنسيان خالف. السنة يقبل فيها الجهل والنسيان والعمد لكن خلاف الأول. مفهوم؟ طيب تكتب لنا الاختبار توزع أواخر الليلة الحمد لله، وإن شاء الله غدا يعني بعد الفجر نبدأ بدراسة كتاب التوحيد إن شاء الله. تحضر لنا الأبواب يعني تقرأ الباب مفهوم وتذكر لنا فقط نريد يعني كل واحد يحفظ لنا باب باب فقط باب باب. من حقق التوحيد دخل الجنة وإن شاء الله. باب الخوف من الشرك فقط تستطيع سهل جدا مفهوم يا أخي فقط بس هذا هذا نريد منكم صعب اسم الباب يعني فقط فقط نعم يعني. ولو تحفظ الآيات طيب أحيانا تجد باب فيه آية واحدة حديث واحد فقط سهل جدا. طيب إلى غد إن شاء الله تعالى. الله أعلم.